اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 3 في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. النهارده ان شاء الله هناخد ليسونز 34 و35 اللي بعنوان الاريا. الدرس بتاعنا النهارده يا اولاد درس مهم جدا، لان الاريا بعد كده هتطلب منك في مسائل كتير انك تجيبها، فعايزين نعرف بنجيبها ازاي ونفهمها كويس عشان نبقى شاطرين فيها. اول حاجه عايزين نعرفها الاريا دي بنقيس بيها ايه وبنستعملها في ايه. لو انا عندي فيجر زي ده كده يا اولاد، عندي ريكتانجل وعايز اعرف هو كبير او صغير، يعني عندي اكتر من ريكتانجل وعايز اقارن ما بينهم، عايز اعرف مين فيهم الريكتانجل الكبير، بنعمل ايه؟ بنستعمل حاجه اسمها الاريا عشان نقيس السكوير يونتس اللي جواه. يعني نيجي كده الريكتانجل نعمل جواه سكويرز، كل سكوير من دول السايد ده بيبقى 1 سنتيمتر او 1 متر او اي حاجه بس تكون 1، يعني ده كده 1 سنتيمتر وده مثلا 1 سنتيمتر، ده بنسميه سكوير يونت. يعني سكوير كل السايدز بتاعته عباره عن 1 يونت. طيب والسكوير اللي جنبه زيه بالظبط. نيجي نشوف الريكتانجل ده فيه كام سكوير. لما نيجي نعدهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، يبقى الريكتانجل ده الاريا بتاعته 12 سكوير يونتس. لو لقيت بقى ريكتانجل تاني وجينا نعد السكوير يونتس اللي جواه وطلعوا مثلا 15، نفهم من كده ايه؟ ان الريكتانجل اللي الاريا بتاعته 15 اكبر من الريكتانجل اللي الاريا بتاعته 12. يبقى الاريا دي عندي وحدة قياس بقدر اقيس بيها السيرفس بتاعي. لو انا عندي سطح، السطح ده اقدر اقيسه اشوفه هو كبير ولا صغير عن طريق ان انا اعرف الاريا بتاعته. طب نعرف الاريا بتاعته ازاي؟ نشوف السيرفس ده فيه كام سكوير يونتس. طيب ينفع نجيب الاريا من غير ما نعد كده؟ في طريقه ثانيه؟ في طريقه ثانيه. لو انا عندي الريكتانجل اهو، احنا خدنا في الدروس اللي قبل كده بتاعه المالتيبليكيشن، انا عندي هنا كام سكوير يونتس؟ 1 2 3. هيتكرروا كام مره؟ 1 2 3 اند 4. يبقى ال 3 دي هتتكرر معايا 4 تايمز. يبقى ممكن عشان احسب الاريا على طول اقول ايه؟ 4 تايمز 3، يعني 3 هنكررها 4 تايمز. يدينا كام من التيبلز اللي احنا حافظينها؟ يدينا 12 سكوير يونتس. هقول تاني، الاريا دي وحده قياس او يونتس اوف ميجر. بنقيس بيها ايه؟ بنقيس بيها السيرفس، هل السيرفس كبير ولا صغير؟ لو انا عندي مكان وعندي مكان تاني وعايز اشوف مين الاكبر، بنشوف عن طريق الاريا، اشوف الاريا بتاعت ده كام والاريا بتاعت ده كام، واللي يطلع اكتر يبقى هو ده اللي فيه عدد اكبر من السكوير يونتس، وعشان كده بنقول عليه هو ده الايه؟ الكبير. تمام، نيجي نشوف التشيك ظريف كده بيقول لي هاو ماني سكوير يونتس وير يوز تو ميك ذيس فيجرز. الاشكال اللي قدامنا دي عايزين نشوف الاريا بتاعتها قد ايه. علشان نشوف الاريا بتاعتها قد ايه لازم اكاونت، نعد كل السكوير يونتس اللي موجوده فيها. عندنا طريقتين، يا اما نقول 1 2 3 4 5 6 7 8 كده انا عدتها دي كده 8، او ممكن نقول ايه، انا عندي كام روز، عندي كام صف؟ 1 2 3 اند 4، عندي 4 روز. طيب عندي كام سكوير ان ايتش رو؟ كل رو في 1 اند 2، في عندي 2 ايه؟ 2 سكويرز. يبقى الاريا عندي ايكوال كام؟ ال 2 متكرره 4 تايمز، يعني 4 تايمز ال 2 ايكوال كام؟ ايكوال 8. يبقى الاريا عندي هنا عباره عن 8 سكوير يونتس. طيب نيجي نشوف هنا، عشان نجيب الاريا يا يعني اما نعد كل السكوير يونتس اللي جوه، يا اما نعمل عمليه مالتيبليكيشن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. يبقى انا عندي كام سكوير يونتس موجودين هنا؟ 16. يعني الاريا بكام؟ 16. في طريقة تانية؟ عندي كام رو؟ 1 2 3 اند 4، 4 روز. كام سكوير في الرو الواحد؟ 1 2 3 اند 4، وعندي 4 ان ايتش رو. يبقى الاريا ايكوال كام؟ 4 تايمز 4، يعني ال 4 دول متكررين 4 تايمز، يديني كام؟ يديني برضه 16. يبقى الاريا عندي از ايه؟ از 16. يبقى انا لو جيت قلت لك عندي شكل الاريا بتاعته 16 وعندي شكل الاريا بتاعته 8، يبقى مين الكبير؟ الكبير اللي الاريا بتاعته 16 لانها اكبر من الاريا دي. طب يلا نشوف الشكل ده.
عايزين نشوف فيه كام سكوير يونتس، يعني اكني بقول لك بالظبط الاريا بتاعته قد ايه، مساحته قد ايه، لما نيجي نعدهم يطلع 20. طب في طريقه تانية؟ اه انا عندي كام رو؟ 1 2 3 4 اند 5، 5 روز. الرو الواحد فيه كام سكوير يونتس؟ 1 2 3 اند 4. طالما فيه 4 يبقى هنا 4، يبقى كلهم كام؟ الفور ديت متكررة 5 تايمز، يبقى 5 تايمز الايه؟ الفور. طبعا اللي حافظين التيبل هيقولوا لي يا مستر ايكوال 20، يبقى الاريا عندي از ايه؟ از 20. يبقى انا لو جيت قلت لك الثلاث اشكال دول مين الكبير اللي فيهم تعمل ايه؟ تروح تشوف مين اللي الاريا بتاعته كبيره. هنا الاريا عندي 20، وهنا عندي 16، وهنا عندي 8، يبقى الفيجر ده على طول هو الكبير. ليه؟ عشان في عدد كبير من السكوير يونتس. تعالوا نحل مع بعضنا بركز جميل. بيقول لي count or multiply to find the area of each of the following figures. الاريا اللي هي ايه؟ اللي هي عدد السكوير يونتس اللي بتغطي السيرفس كله. وهو هنا بيقول لي خد بالك ان المربع الواحد او السكوير الواحد عباره عن 1 سكوير يونت، دي الوحدة اللي بقيس بيها الاريا. طيب يلا نشوف هنا الاريا عندي بكام. ممكن نعمل كاونتنج، وممكن نعمل طريقة تانية اجمل، ان انا بقول ان انا عندي الرو كام رو؟ عندي 2 روز تايمز 5، يعني 2 تايمز ال 5، يعني ال 5 عندي متكررة مرتين ايكوال 10. 10 من ايه بقى؟ ناخد بالنا من السكوير الجميل اللي هو حاطه ده، يعني 10 من السكويرز ديت. اوكي، يبقى الاريا عندي عباره عن 10 سكوير يونتس. طيب نيجي نشوف اللي بعديها. عايزين دايما نتعامل بالطريقه بتاعه الملتبليكيشن. هنا الاريا عندي كام رو؟ 1 2 3، يبقى انا عندي 3 روز. تايمز كام؟ الرو في كام سكوير يونت؟ 1 2 3 اند 4. يبقى الاريا عباره عن ايه؟ 3 تايمز ال 4، يعني ال 4 اتكررت 3 مرات، يديني كام؟ يديني 12. 12 من ايه؟ من السكوير يونتس ديت. يبقى الاريا بتاعت الشكل ده اكبر من الاريا بتاعت الشكل ده. طيب يلا هنا عندي كام رو؟ 1 2 3 4 5 اند 6، يبقى انا عندي 6 روز. الواحد فيه قد ايه؟ 1 2 3. 6 تايمز 3 اللي هي 3 تايمز 6 يديني كام؟ يديني 18. برافو. طب اللي مش حافظ التيبل يعمل ايه؟ هيضطر يعدهم، ولو اشكال كبيره زي دي هيقعد يعد كتير، فالصح ان احنا لازم نحفظ التيبل. طب نيجي اللي بعد كده. الشكل ده في عندي كام رو؟ 1 2 3 اند 4، يبقى 4 روز. الرو الواحد في كام سكوير يونتس؟ 1 2 3 4 5، في 5. يبقى هم كلهم كام؟ ال 5 دي متكرره 4 تايمز، يعني 4 تايمز ال 5 ايكوال 20. 20 من ايه؟ من السكوير الصغنون ده. يبقى الاريا بتاعت الفيجر ده عباره عن كام؟ عباره عن 20 سكوير يونتس، يعني اقدر اغطيه كله، السيرفس ده كله اغطيه ب 20 من السكويرز ديت. طب يلا الشكل ده الاريا بتاعته قد ايه؟ 1 2 3 4 5 اند 6، يبقى 6 روز. الرو الواحد فيه قد ايه؟ 1 2 3 4 اند 5، في 5. 6 تايمز ال 5 ايكوال 30. يلا هنا عندي كام رو؟ جاست 1 رو. في قد ايه؟ 1 2 3 4 5، في 5. 1 تايمز ال 5، يعني ال 5 متكرره مره واحده، تبقى ايه؟ تبقى 5. يلا اللي بعد كده. هنا عندي كام رو؟ 1 2 3 3 روز. الرو الواحد في كام سكوير يونتس؟ 1 2 3 4 5 6 7، في 7. يبقى 3 تايمز ال 7، يعني ال 7 لما نكررها 3 مرات يديني كام؟ يديني 21. 21 من السكوير ده. يبقى الاريا عباره عن 21 سكوير يونتس. طب نيجي هنا عندي كام رو؟ 1 2 3 4 5 6 اند 7. كل رو في كام سكوير يونت؟ ادي الرو اهو في سكوير يونت واحد بس، يبقى في 1. يعني ال 1 متكرره 7 تايمز، 7 تايمز ال 1 يديني 7. يلا هنا عندي كام رو؟ 1 2 3 اند 4. الرو في قد ايه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، في 8. يبقى 4 تايمز ال 8 ايكوال 30 ايه؟ 32. يبقى انا محتاج 32 سكوير يونتس عشان اغطي كل السيرفس ده، ودي بنسميها الاريا. طب لو جينا الشكل ده
والشكل ده، وقلت لك مين الاكبر تقول لي ايه؟ تقول لي يا مستر ده الاكبر عشان ده فيه 32 سكوير يونتس، وده عشان فيه 30 سكوير يونتس، او ده يا مستر الاكبر عشان ده الاريا بتاعته 32 وده الاريا بتاعته 30. نيجي هنا بيقول لي يوز الجريد تو درو ا ريكتانجل. الجريد اللي هي الايه؟ اللي هي المربعات الكتير دي. Represents each of the following sentence and calculates the area. كلمة sentence احنا قلنا ان 2 times ال 7 دي اسمها sentence، 3 times ال 5 دي اسمها multiplication sentence، يعني عملية multiplication. لما نيجي نبص على الاكزامبل ده هو بيقول لي 3 times ال 5 اهو، يبقى 3 rows كل row فيه 5 يعمل لي 15، يبقى الاريا بتاعت السيرفس ده is 15. طيب يلا نعمل ريكتانجل الاريا بتاعته 2 تايمز ال 7. 2 تايمز ال 7 تديني كام؟ تديني 14. طب احنا عايزين ريكتانجل الاريا بتاعته 14 من السكويرز ديت، نعمل ايه؟ بيقول لي 2 تايمز، يبقى عندي 2 روز، ادي رو وادي انذر رو. كل رو في قد ايه؟ في 7. 1 2 3 4 5 6 and 7. يبقى نعمل كده. يبقى الرو ده فيه 7 والرو ده فيه 7، لما نيجي نعدهم كلهم يطلع معايا 14. طب يلا هنا عايزين 4 تايمز ال 5، 4 تايمز، يبقى الاول اعمل 4 روز، ادي 1 2 3 اند 4. طب هنا تايمز 5، يبقى الواحد فيه 5، 1 2 3 4 5، يبقى امشي لحد هنا وانزل كده وامشي كده. يبقى ده الريكتانجل اللي الاريا بتاعته 4 تايمز 5 اللي هي ايه؟ اللي هي 20 من الايه؟ من السكويرز ديت. نيجي اللي بعد كده 4 تايمز 2، ادي ال 4 وادي ال 2، يبقى هو ده الريكتانجل اللي الاريا بتاعته 4 تايمز 2 اللي هي ال 8. طيب 8 تايمز 3، يبقى نعمل 8، 1 2 3 4 5 6 7، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 تايمز كام؟ تايمز 3، يبقى نعمل كده الرول واحد نخلي فيه 3. يبقى الريكتانجل ده 8 تايمز 3 يعني 24 من السكويرز ديت، يبقى الاريا بتاعته 24. يلا 6 تايمز ال 1، يعني ال 1 هيتكرر 6 تايمز، يعني عامل كده. كده نعد دول 1 2 3 4 5 and 6، ده يديني كام؟ يديني 6. نيجي اللي بعد كده 4 تايمز 7، نعمل 4، ادي 1 2 3 and 4، ونعمل 7، 1 2 3 4 5 6 and 7، ونقفل الريكتانجل بتاعنا. يبقى ده الاريا بتاعته بكام؟ لما نيجي نعدهم هيطلعوا 28. يلا هنا 4 تايمز 9، يبقى نعمل ال 4 روز، ونعمل هنا 9، ادي 2 انذر 2 5 6 7 8 9، وننزل بال 4. يبقى الريكتانجل ده كله لما نيجي نعد اللي فيه هنلاقيه 4 تايمز ال 9 اللي هي 36 سكوير يونتس. يبقى مين اللي الاريا بتاعته اكبر، ده ولا ده؟ لا الريكتانجل ده اكبر عشان الاريا بتاعته اكبر. نيجي الاكسرسايز ده بيقول لي here are some things were placed in your playground complete the following. في حبه حاجات موجوده في البلاي جراوند عايزين نشوف هو طالب ايه. عندي هنا السوينج سيت المرجيحه، وعندي السلايد سيت الزحليقه، وعندي الساند بوكس سيت، وعندي البالانس بيم سيت. طيب هو طالب ايه بقى؟ بيقول لي الاريا اوف ذا سوينج سيت، ادي السوينج سيت اهي الاريا بتاعتها قد ايه؟ يعني هي وهي محطوطه في البلاي جراوند السيرفس اللي محطوط عليه قد ايه؟ يلا نحسب كام يونتس. عندي كام رو؟ 1 2 3 4 5 6 7 روز تايمز كام؟ 1 2 3 4 5 and 6، يبقى 7 تايمز ال 6. يبقى انا عندي السوينج سيت عباره عن 7 تايمز ال 6 اللي هي ايه؟ اللي حافظين بقى التيبل بقى، لازم نحفظ التيبل كويس قوي. 7 تايمز 6 ايكوال كام؟ 42. طب يلا الاريا اوف ذا سلايد سيت،
الزحليقه دي وهي في البلاي جراوند قاعده واخده مكان. السرفس بتاعها بقى اللي هي قاعده عليه قد ايه؟ يلا نشوف. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 يبقى 8 تايمز. هنا في كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اكتب هنا 8 تايمز ال 9 اللي هي ايه؟ اللي هي 72 سكوير يونتس. بعد كده عايز الاريا اوف الساند بوكس. الساند بوكس اهو عندي 1 2 3 اند 4، عندي 4 روز هنا 1 2 3 4 5، كل رو فيه 5 يعني ال 5 متكرره 4 تايمز، يديني كام؟ يديني 20. يلا الاريا اوف البالانس بيم ست عندي هنا قد ايه؟ 1 2 3 4 5 6 اند 7، عندي 7 روز. طيب الرو الواحد فيه قد ايه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سكويرز. يبقى الاريا بتاعته كام؟ 70 سكوير يونتس. يعني السيرفس اللي موجود عليه او حته الارض اللي في البلاي جراوند الاريا بتاعتها قد ايه؟ 70 سكوير يونتس. يلا بعد كده نشوف بيقول لي ايه. بيقول لي كالكوليت ذا اريا اوف السلايد سيت اند الساند بوكس. يبقى هنعمل ايه؟ هنجيب السلايد سيت اهي والساند بوكس اهي ونحطهم على بعض. يبقى ذا اريا از هنا 72 بلس 20، 2 بلس 0 يديني 2، 7 بلس 2 يديني 9. طيب اللي هيطلع ده نكتب جنبي ايه؟ برضو سكوير يونتس. نيجي نشوف مع بعضنا الاكسرسايز ده. بيقول لي use the grids to solve the following. يعني هنستعمل السكويرز دي عشان نحل الايه البروبلم دي. يقول لي ساره is planting pumpkin. يعني ساره بتزرع الايه؟ البابكن ده. each pumpkin needs one square unit of space. يعني كل واحده من دي محتاجه one square unit. she would like the garden to have four rows with two square units in each row. وكل روز فيه 2 سكويرز. يعني هتعمل كده، ادي عندي 4 روز ادي 1، كل رو فيه 2 ادي 2 ادي 3 وادي ايه؟ وادي 4. بيقول لي ايه بقى؟ هاو ميني بابكن كان شي فيت. يبقى هي هتزرع كام واحده؟ يبقى كل واحد بياخد سكوير، يبقى اكني لازم احسب الاريا. الاريا كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى شي كان فيت eight بابكن. بيقول لي بعد كده what is the area of her garden in square units. الاريا بتاعت الجاردن بتاعتها ايه اللي زرعت فيها البابكن؟ طبعا هيبقى 8 square units. يبقى 8 square units. نيجي اللي بعد كده. باسم is planting tomato. each tomato needs one square unit of space. برضو التوميتو كل واحدة محتاجة 1 square unit. He would like the garden to have 3 rows with 6 square units in each row. يبقى أنا عندي 3 rows أهو. أدي رو وأدي التاني وأدي التالت. كل رو فيه قد إيه؟ 6 square units. يبقى أدي 1 2 3 4 5 and 6. وأدي هنا 1 هنا 2 3 4 5 and 6. وهنا 2 3 4 5 and 6. How many tomato can he fit? كلهم كام؟ هيبقى كلهم 3 times 6 equal كام؟ 18. يبقى he can fit 18 tomatoes. طيب what is the area of his garden in square units؟ الاريا هنا قد ايه؟ يبقى الاريا عندي 18 square units. نيجي نشوف اللي بعد كده. أحمد wants to plant mango. each mango needs one square unit of space. he would like the garden to have five rows with five square units in each row. يبقى أنا عندي five rows. أدي 1 2 3 4 and 5. هنعمل كده بقى 5. وهنا عندي كل row فيه 5. 2 3 4 and 5.
2 3 4 and 5 2 3 4 and 5 يبقى احنا كده هو ايه عملنا بلانتنج لكل الايه لكل المانجوز. بيقول لي هاو ميني مانجو كان احمد بلانت ان هيز جارد، يبقى نعمل ايه كلهم قد ايه؟ عندي 5 روز تايمز 5 ان ايتش رو يديني كام؟ 25. يبقى احمد كام بلانت؟ Twenty-five mangoes in his garden. طيب what is the area of his garden in square units؟ الاريا كام؟ 25. يبقى 25 square units. نيجي نشوف البروبلم دي. بيقول لي أمال loves potato and wants to plant it in her garden. أمال بتحب البطاطس وعايز تزرعها في الايه في الجنينه بتاعتها. Each potato needs one square unit. كل واحده من البوتيتو محتاجه ايه؟ one square units. زي الايه زي المسائل اللي فاتت. She would like the garden to have 8 rows with 6 square units in each row. يبقى دي رو ودي another row ودي another row كده 4 5 6 7 and 8. طب بيقول لي 8 rows كل رو في قد ايه؟ في 6 يونتس. يبقى دي كده 2 3 4 5 and 6. اعمل بقى كل دول كده، كل دول المفروض هيتحط فيهم ايه؟ البوتيتوز. طيب بيقول لي هنا ايه بقى؟ هاو ميني كان امال فيت ان هير جاردن. هتحط كام من البوتيتوز دي في الجاردن بتاعتها؟ يبقى انا هحسب الاريا. انا عندي كده 8 وعندي كده 6 يبقى 8 تايمز الايه ال6 which is 48. يبقى امال كان فيت 48 بوتيتوز. وبعد كده بيقول لي what is the area of her garden in square units. يبقى the area is 8 times 6 which is 48 square units. يلا اللي بعديها. بيقول لي draw a square of 6 rows and calculate the area of the square. هو بيقول لي square، طب مدين الروز بس. الله يعني اعمل لي كده اهو 1 2 3 4 5 6 ادي 6 rows بس. طب انا عندي هيبقى اخد كام كولوم؟ ما هو square يبقى لازم ده قد ده. يبقى هنا برضو ادي 2 4 and 6 ان السكوير السايد ده قد السايد ده. طيب عايزين نحسب الاريا، يبقى الاريا هت ايكوال ده 6 تايمز ال 6 اللي هيديني 36 سكوير يونتس. لو حبينا نعدهم هنلاقيهم برضو 36. اللي بعديها درو ا ريكتانجل اوف 4 روز. 4 روز يبقى هعمل كده ادي كده 4 وال 7 سكوير يونتس ان ايتش رو. هنا في 7 ادي 1 2 3 4 5 6 and 7. نقفل كده الريكتانجل بقى. يبقى دي ريكتانجل في هنا 4 وفي هنا ايه وفي هنا 7. بيقول لي كالكوليت ذا اريا اوف ذا ريكتانجل. يبقى الاريا هت ايكوال ايه؟ 4 تايمز 7 اللي هي هتيكوال معانا 28 سكوير يونتس. نيجي نشوف another exercise. بيقول لي calculate the area of each of the following. لما نيجي نبص هنا الشيب ده ما اقدرش اقول روز تايمز الكولومز لان هو الشكل مش منتظم. الشكل عندي ما اقدرش احسب له الروز او الكولومز. طب نعمل ايه؟ نعدهم بقى. هنا لازم نعمل counting. يعني الاريا بتاعت الشكل ده ايكوال كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى 9 من السكوير ده. يبقى احنا لما نيجي نحسب الاريا في الاشكال اللي زي دي لازم نعمل كاونتنج 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى هنا 10. طب نيجي نشوف هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. يبقى دي 14. يلا اللي بعديها هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.
يبقى السيرفس ده عشان نغطيه او علشان نحسب الاريا بتاعته بعد السكوير يونتس اللي فيه. يلا هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 وهنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اكسرسايز سهل جدا. طب يلا هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. طيب كان ممكن نجيب دي بطريقه ثانيه. ازاي نجيبهم كلهم وبعد كده اشيل منهم الثري دول؟ هم هنا عندي قد ايه؟ 1 2 3 4 5 5 روز، كل واحد فيه قد ايه؟ 1 2 3 4، يبقى 5 تايمز 4 ايكوال 20، ونشيل بعد كده منهم الثري دول يديني كام؟ ال 17. طب يلا هنا ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5 وهنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29. اوكي اكسرسايز سهل قوي. هنا بيقول لي كالكوليت ذا اريا، عايزين نحسب الاريا هنا، وبيقول لي الحته دي بهاف. طيب لما كل الحته دي بهاف ونحط دي عليها دي كمان تبقى كام؟ الاثنين دول يبقوا كام؟ يبقوا 1 1 سكوير، الاثنين دول يعملوا سكوير كده، ودي برضو الحته دي كده ومعاها الحته دي كده يعمل لي ايه؟ يعمل لي سكوير. يبقى لما نيجي نعدهم هيبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. يبقى الاريا عندي هنا 14 سكوير يونتس. وبكده يا اولاد يبقى خلصنا ليسون الاريا. ليسون مهم جدا، انا عايزكم تعرفوا اهم حاجه في الليسون ايه هي؟ ان الاريا عباره عن عدد السكوير يونتس اللي ممكن اغطي بيها السيرفس اللي انا بحسب له الاريا. دي يعتبر اهم حاجه في الليسون. وبعد كده زي ما احنا شفنا بنستعمل المالتيبليكيشن تيبلز في ان انا اجيب الاريا عن طريق المالتيبليكيشن. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق لكم ان شاء الله.